بالنسبه للصفقات خليني اقول لك ودي المفاجاه بقى، ان لعيبه الزمالك الجديده او اغلب الصفقات الجديده كريم هتشوفها في حملات اعلانيه كبيره الفتره الاخيره. ليه؟ لان استاذ هاني بيرزي عضو مجلس الاداره على تواصل دائم مع احمد سليمان المشرف على فريق الكره، وفي اي تفاوض لو فرق الفلوس بعيد بيعوض بتدخلاته بحمله اعلانيه، وعلى المستوى التسويقي بيفيد اللاعب ده وبالتالي اللاعب ده بالظبط الاثنين بالظبط. فهو يعني سياسه اداره الزمالك مش سياسه الوان مان شو زي ما بنقول، لا سياسه اكتمال العدد، كله بيساعد بعضه. ففلوس الصفقات اغلبها بتبقى الفرق الفلوس كبير، بيبقى بيتم تعويضه. انت دلوقتي كمان بتقول لي ان لعيبه الزمالك هنشوفهم في حملات اعلانيه كتير الفتره اللي جايه، مش كمان اللعيبه القديمه زي زيزو او مثلا زي لعيبه شيكابالا، لا بتتكلم ان لعيبه حتى في الصفقات الجديده هتشوف لعيبه في حملات اعلانيه. وده برضه من الحاجات ده من التعليقات اللي دايما كانت بتقول لها جماهير الزمالك، هو ليه لعيبه الزمالك ما بتشوفهاش في حملات اعلانيه كتير؟ فانت بتقول لي كمان ده هيحصل بالظبط الفتره الجايه. فدي فلوس الصفقات. خليني اقول لك ان في كمان شراكات مع بنوك كثيره. خليني اقول لك ان في عضويات كانت متوقفه من فتره طويله، والحقيقه مجلس اداره كابتن حسين لبيب رجعها تاني، وبالتالي زاد من الموارد الماليه. دي قصه الاموال. واحد واحد عشان انا مش مرضيتش اقطعك، عشان في عندي كام سؤال. اول سؤال، رجال اعمال دعموا الزمالك في حل ازمه القيد، الدعم ده تبرع ولا سلفه؟ لا لا لا، بره خالص. اي حد من دايره مجلس حسين لبيب او المقربين من مجلس حسين لبيب على راسهم طبعا استاذ ممدوح عباس رئيس مجلس اداره نادي الزمالك الاسبق، بيدعم من غير سلف او من غير ورق، كله بيبقى بالتنسيق. واول دعم كان واضح تجديد عقد احمد فتوح. عارف انا ليه بقول لك الكلام ده؟ عشان بعد شويه الدوامه الزمالك الديون بالزبط. ومين عليه ومين رفع قضيه بالزبط. ومين مش عارف، كلهم ناس بتحب الزمالك اكيد، احنا لا نشكك في ده. انا بقول لك بس عشان الامور دي بعد كده بتلف في وش الزمالك، لما بيحصل خلافات او حاجه بنبدا بقى نتكلم. ده كان نقاش داخل مجلس الاداره من قبل حتى تولي القائمه الموحده المهمه الاداريه، وقالوا ان احنا لا هنلجا للقروض ولا هنلجا للسلف حتى لو من محب النادي الزمالك. فكره الصندوق اللي اتعملت بالظبط.